رانيا يوسف تقبل اعتذار متحرش ناشدها قائلا: بيتي حيتخرب وزواجي سيفشل. وافقت النجمة المصرية رانيا يوسف على قبول اعتذار أحد المتحرشين بعدما تقدم منها برجاء للعفو عنه حتى يستطيع استكمال زواجه، وقالت أنه ليس عيبا أن يخطئ الشخص ثم يعتذر، وأن الهدف من حملتها لفضح المتحرشين تحقق بهذا الاعتذار. ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها بموقع تويتر صورة لرسائل المتحرش يعتذر فيها مؤكدا أن بيته حيتخرب، وعلقت عليها قائلة: مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار والحمد لله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخد حق مش من حقها. يذكر أن رانيا هددت منذ 48 ساعة باستمرار فتح المتحرشين ونشر أسماء وصور 5 شخصيات منهم يوميا، مؤكدة أن فضحهم لا يعني التنازل عن حقوقها القانونية، وإنها بدأت بالفعل تقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة المصرية بحقهم، وبررت تصرفها بتلقيها رسائل سافلة وصفتها بالعامية المصرية قائلة: تشيب. وأضافت خلال اتصال هاتفي بالإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية عبر شاشة MBC مصر أنها تتلقى رسائل تحرش وتجاوز بحقها عبر الفيسبوك والإنستغرام، وقالت: البعض انتقد اللبس وتقبلت ذلك، ولكن بتوصلني رسائل تشيب. وأكدت أن التحرش أمر غير مقترن بملابس الفتيات والسيدات قائلة: هناك من يتحرش بالرجال والأطفال، فما علاقة الزي بالأمر؟ وأوضحت أن ستنشر يوميا أسماء ورسائل 5 أشخاص داعية كل الفتيات لاتخاذ نفس خطواتها، مضيفة: قالي رسائل تهديد ولكني مستمرة في فضح المتحرشين لأنهم مخالفين للشرع والدين والأخلاق. وقالت إن التحرش ظاهرة مؤسفة موجودة داخل المجتمع، ذاكرة حادثة فتاة العتبة التي شهدتها مصر في رمضان عام 1992، وهي واحدة من أبشع جرائم الاغتصاب التي هزت البلد، وكانت الفتاة ضحية 4 من الجنات انتهكوا عرضها أثناء الصيام على مرأى ومسمع آلاف من البشر بميدان العتبة. وأكدت أن خطوة فتح المتحرشين لا تتعارض مع تقديم بلاغات للنيابة العامة ضد المتحرشين، وأضافت: أنا من مصر الجديدة وكنت بلبس شورت قصير وعمري ما تعرضت للتحرش، وأمي كانت أيضا بتلبس ما تريد، والمجتمع كان خاليا من هذه الظاهرة.